مشاهدي الكرام، اخيرا دخول اللاعبين اللاعب أندي موري من بريطانيا على الشاشه. سيواجه اللاعب جين سيمون الفرنسي في هذا الملعب، ملعب جراند ستاد ببطولة سينسيناتي في اوهايو. مليونين ونصف مليون دولار امريكي القيمة المالية، جوائز مالية بالنسبة لهذه البطولة للاعبين. اللاعب الذي سيفوز بهذه البطولة سيفوز بألف نقطة وتقريبا بنصف مليون دولار امريكي. اما اللاعب الذي سيوصل للدور النهائي سيفوز ب 600 نقطة و 243 دولار امريكي. الدور النهائي بعد قليل، خمس دقائق للإحماء. قرعة قبل ذلك، قرعة الاختيار استقبال الإرسال أو بداية المباراة بالإرسال. اللاعب الذي يفوز به له اختيارين أو ثلاث اختيارات، استقبال الإرسال أو الجهة جهة الملعب. استقبال الإرسال بهذا الشكل يعطي الفرصة للخصم بداية المباراة بالإرسال. بهذا الشكل يعني أن اللاعب الذي يرسل عادة ليس له الإيقاع الجيد والثقة الكبيرة في النفس ويدخل في المباراة حتى بشكل جيد. بهذا ربما هناك حلول من أثر الإرسال في بداية اللقاء، وهذا مهم جدا بالنسبة للاعب. توقيع الأمري بريطانيا منتظر منتظر القرعة بين اللاعبين. Alright guys, all the lines covered, machine call on the net, Hawkeye in effect, and we have TV changeovers. Okay? Any questions? Blue or silver? Blue, go ahead. Blue is calling. Blue it is. Okay, one quick picture before we change. يختار الإرسال اللاعب الفرنسي واللاعب البريطاني يختار الجهة الأخرى للملعب. أشخاص للمشاركة في هذه القرعة، ذلك يقربون من اللاعبين. إذا بعد قليل نعطيكم بعض المعلومات مشاهدي الكرام عن اللاعبين. وعلى الشاشة جوكوفيتش ضد موفيس، فيدرير ضد برديتش، جين سيمون ضد اللاعب أندي موري، ماردي فيش ضد اللاعب رافاي نادال. إذا بعد المعلومات هذا اللقاء السابع الثامن عفوا بين اللاعبين. لاعب جين سيمون من مواليد 84، 26 سنة، من مواليد نيس بجنوب فرنسا ومقيم بالنشاتيل بسويسرا. متر و83 ل 70 كيلوغرام، يلعب اليد اليمنى. ابتدى اخيرا في سنة 2002، فاز ب 33 مباراة، هزم 18 مرة، تقريبا مليون دولار فاز به فقط في هذا الموسم، وبهذا المجموع أكثر من 6 ملايين دولار أمريكية. الجوائز المالية التي فاز بها حتى الآن من بداية الاحتراف. هذا اللاعب كان رقم 7 عالميا في سنة 2008 كما ذكر المشاهدين الكرام. شارك في بطولة الماسترز أو بطولة الأساتذة في شانغهاي سابقا في 2007، كان أحسن ترتيب رقم 6 عالميا، الترتيب الحالي رقم 12. هذه المشاركة السادسة في هذه المباراة، وأحسن نتيجة كانت في سنة 2009 في هذه البطولة. كما ذكرنا آخر لقاء كان في مدينة
مدريد مدريد على الأراضي التونسية في هذا الموسم. اللاعب عندي مريال فاز بستة أربعة ثلاثة ستة وستة صفر، يفوز على يورغن ميلزر النمساوي بصعوبة 7-5 في المجموعة الأخيرة، على يانكو تيمساريفيتش في الدور الثاني 6-3 في المجموعة الأخيرة، وأخيرا يفوز يوم الأمس على اللاعب دافيد فيرير الإسباني 6-4 في المجموعة الأخيرة. إذا ثلاث مباريات بثلاث مجموعات ليس بسهولة، امتحانات صعبة بالنسبة لجيسيمون للوصول إلى الدور النهائي. هنا حدود ضد اللاعب أندي موري على الشاشة، موري 24 سنة في مواليد 97 بدبلين بسكوتلاند، مقيم بلندن، متر و90 ب84 كيلوغرام، يلعب باليد اليمنى، ابتدى الاحتراف في سنة 2005، لقب واحد في هذا الموسم و 18 لقب منذ بداية الاحتراف، وفاز بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي، ترتيب حالي رقم 4 عالميا، وترتيب أحسن ترتيب كان رقم 2 عالميا في سنة 2009 وراء بطل العالم روجر فيدرر سابقا، 11 عالميا في 2007، 4 في 2008 9 و10، إذن استقرار في الترتيب العالمي. المشاركة السابعة في هذه البطولة، أحسن نتيجة كانت في 2008 فاز بهذه البطولة. هذا اللاعب البريطاني له خبرة كبيرة جدا في الأراضي الصلبة. الثاني هذا اللاعب مالباديان الأرجنتيني 4-6-1-6 2-6-7 هذا اللاعب أليكس وهم هو صنف لنا بأن أتمنى وإن صنف له باي وله الفرصة للتقدم للدور الثاني بدون أن يشاركون في الدور الأول، امتياز بكم اسم المصنفين الأوائل الثمان في جدول بطولات بطولة 1000 نقطة. كمان لقاء تأمين بين اللاعبين، لاعب جنس فاز مرة واحدة وذلك في سنة 2007 في إيطاليا بروما الأراضي الترابية 6-1-1-6-6-3. أما بعد ذلك اللاعب أندي موري فاز في كل اللقاءات بين اللاعبين، سواء في بطولة هامبورغ، بطولة مدريد، بطولة تيمين، بطولة ويمبلدون، مونتي كارلو، وأيضا مدريد أخيرا في هذا الموسم. علي نيلي من الولايات المتحدة الأمريكية سيسير هذه المباراة، يتدرب مع تيغي تولان. تيغي تولان هو مدرب اللاعب السابق الفرنسي، كان ضمن العشر الأوائل. هذا اللاعب السابق هو يدرب عدد من اللاعبين الآن، حاليا يدرب جيسيمو ولكن يدرب ميشيل غاسكي أيضا الفرنسيين. You're the number 4 seed, the number 4 player in the world, and the 2008 champion from Great Britain, Mr. Andy Murray. And the show on for this match from Phoenix, Arizona, خمس دقائق للحماء بداية هذه المباراة. مشاهدينا الكرام يعطيكم برنامج اليوم، اللاعب جيل سيمون وجه اللاعب أندي موري، بعد ذلك في الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة ماردي فيش مكة المكرمة رجل فيدرير سيكون جزء لاعب توماس بيرنيتش في الساعة الثانية
صباحا بتوقيت مكة المكرمة. نبرة كوفيتش سيوش اللاعب جيل مونفيس الفرنسي فرنسيا في الدور الرابع وخروج اللاعب جو ويلفريد سونغا مبكرا في هذه البطولة.